الفنان يلي الليلة رح نكرمه بيختار من الشعر عيون الكلام وبكحله بألحان تتغلغل بالإحساس وبأدائه الرائع وصوته الأروع بيدخل للقلب وبيزيدوا الدقات والعشاء بيقولوا إنه اختبروا بأغنياته معاني جديدة للحب. مشواره عمره 20 سنة من النجاح وحلو يتوج الليلة بجائزة ذهبية من الميركس دور. نظرية الخوارزمي بتقول إنه الإنسان بأخلاقه بيكون واحد، فإذا كان وسيماً وجميلاً بنحط له 0 على اليمين بيصير 10، وإذا كان ابن ناس وحسب ونسب بنحط له 0 على اليمين بيصير 100، وأنا بقول وإذا كان فنان ملحن بنحط له 0 بيصير 1000، وإذا كان مطرب صوته حلو بنحط له 0 بيصير المليون. بنضل نحط له على صفاته الحلوة أصفار، وبيضل الواحد هو الأخلاق، لأنه عنده هو الأخلاق هي أساسه ومشهور بأنه ذو أخلاق. نحن اليوم فينا نكرم الفنان الشامل مروان خوري. صاحب مسيرة محفورة بنجاحات لا تعد ولا تحصى، مغني، كاتب، ملحن وموسيقار، استحق عن جدارة لقب الفنان الشامل. بنال مروان خوري ميركس دور للفنان الشامل. كل القصايد من حلا عينيك. مروان خوري وتكريم عن 20 سنة من النجاح والاستمرارية بميركس دور 2023. مرسي منيح طلع لي زقفتين. سهل المليون. مرسي مرسي دكتور، مرسي مرسي على الكلمة الحلوة. وإذا مشينا على الألغوريتم يعني هو بيشتغل على 1001 كل الاحتمالات. إذا الأخلاق معناتها كل الاحتمالات تمشي بس يكون في الأخلاق. صح. هلا شغلي إنه ممكن يصير في جايزة للأخلاق مثل ما صرنا، يبدو هيك تستاهلها. أكيد الواحد لازم فنه قبل الكل شو يقدم، بس وكأنه صرنا بنحكي بالأخلاق وهي لازم تكون شغلة بديهية بالفن. ويمكن أنه قبل كنا نقول أنه الإنسان المنيح الطيب أنه يمكن شوي بسيط، لا هلأ صار اللي عنده أخلاق أو بيحافظ على أخلاق صار بده يكون كتير قوي، بده يكون كتير قوي بجوا. إن شاء الله يعطيني القوة دايما أن تكون بهالمطرح. مرسي مرسي. مبروك الفنان الشامل مروان خوري جائزة الميركس دور. ميركس عن نجاحك واستمراريتك عن 20 سنة. أكيد بدنا نسمع أغنية من مروان خوري. بنسمع أغنية كريستال بصوتك. ليش الاشياء احلى عطول من بعيد ولا بعيد من الحقها لو منا بالايد منصدق اوهام ومننفي الاكيد. ليش الاشياء احلى عطول من بعيد ولا بعيد من الحقها لو منا بالايد منصدق اوهام ومننفي الاكيد. ونجوم ما بتنطال بتلمع مثل حب كريستال نبعيد غامر هالبري من جوا البحري والضوء عنده الدنيا
شوفي كم جرح بقلبه وشفي وقديش عدموع وغفي خد مطرحي تقل للأحكام حاجة تجرحي والأنا الكذاب وقت بينحي كم جرح بقلبه وشفي وقديش عدموع وغفي شكرا لمروان ألف مبروك أكيد